أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يحصل أثناء الدروس فوائد عظيمة أسمعها منكم صاحب الفضيلة وهي غير معروفة عند بعض الناس، فأقوم في بعض الاجتماعات بنقلها عنكم، مثل رؤية الله في المنام لمن تأهل لذلك بالإيمان، ومثل قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أنها تجزئ عن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير، فهل في هذا بأس؟ لما قلت أن الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد تجزئ عن الصلاة الإبراهيمية، هذه علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فلا بد منها، لا بد منها. نعم. وأما أنك تقول عني أنه قال كذا، وأنا ما أسمح بهذا. إذا أردت أنك لا، أعطهم الشريط كاملا يسمعونه كامل من صوتي، أما إن كان تنقل لهم من كلامي فأنا ما أسمح بهذا، لأنك قد تخطي في النقل أو تنقص من النقل شيء. فإذا كنت عندك احتساب وتريد نفع الناس، وزع الأشرطة يا أخي بكاملها. نعم.